الجمعيات أسست سنة 2013، يعني تقريبا هذه حوالي 9 سنوات من العطاء. هذه الرسومات الجدارية وخصوصا كتبع صورة جلالة الملك نصره الله، بعد المناسبة كنتمنوا له الشفاء العاجل. بالنسبة للفكرة جاءت على أساس بأن جلالة الملك هو السلطة العالية التابعة للمملكة المغربية حفظه الله، وهذه الفكرة على أساس بغينا نوصلوا رسالة لجميع المواطنين باش يبقوا في ديورهم، بأن هذا الوباء وباء راه خطير جدا. بالنسبة لهذه الجدارية كما كتشوفوا كتمثل جميع الناس اللي ضحوا في هذه الجائحة الكوفيد 19، من بينهم أعوان السلطة، رجال الأمن الوطني، رجال السلامة، يعني كتقوا من أطقم الصحية، واحد الناس وأشخاص كيضحيوا بحياتهم من أجل المواطنين، هم رجال نظافة كيبادروا باش ينظفوا هذه المدينة الكبرى اللي كتعتبر من المدينة الاقتصادية في المغرب. شكرا.